بات الحديث عن ملف غازي غزة يحتل أهمية في القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، حيث يطالب الفلسطينيون بحقهم في استخراج غازي غزة، لكن هذه العملية تواجه صعوبات، منها ما هو متعلق بالاحتلال الإسرائيلي وأخرى بالانقسام الفلسطيني. بعد الإعلان عن قرب التوصل لاتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، تصاعد الحديث فلسطينيا حول حق الفلسطينيين في استخراج الغاز من بحر غزة، خاصة في ظل الحديث عن اتفاق مصري مع السلطة الفلسطينية على تطوير حقل غزة مارين. إذا ما استمرت الأطراف الدولية والعربية من تجاهل موقف المقاومة الفلسطينية كجزء أساسي وهذا الغاز حق للشعب الفلسطيني، في تقديري بأنه المقاومة قادرة على تعطيل البيئة الآمنة لعمل الحقول داخل البحر. الاهتمام بملف الغاز بات أيضا حديث الفصائل الفلسطينية في غزة التي صعدت من فعالياتها الشعبية للمطالبة بهذا الحق، مؤكدة أن ملف الغاز يحظى بأهمية بالنسبة للغزيين. من حق الشعب اللبناني يتمتع بهذه الخيرات، كما هو حق لنا كفلسطينيين أن نتمتع بخيراتنا، وعلى رأسها الغاز الفلسطيني، وهو الذي يعني على مروة مسافة بسيطة جدا من هذا المكان. لذلك نحن أيضا نحذر هذا الاحتلال من النيل من ثروات وخيرات شعبنا الفلسطيني، فالغاز هو غازنا. الصعوبات التي تواجه استخراج الغاز من بحر غزة لا تقتصر على الملف السياسي، بل تمتد لمجموعة من الصعوبات الفنية التي لا تقل أهمية. لدينا معيق آخر يتمثل في كيفية استخراج هذا الغاز، والوقت الذي سيمضي في استخراجه هو في التنقيب عن الغاز. يعني عمليات التنقيب قد بدأت سابقا، ولكن حاليا نحن بحاجة إلى المزيد من المعدات والاتفاقيات مع المستثمرين أو مع الشركات التي تستعمل على تنقيب الغاز، وهذا سيؤدي إلى الكثير من الوقت. ووفق تقديرات أولية، فإن بحر غزة يحتضن ملايين الأمتار المكعبة من الغاز الطبيعي. عملت إسرائيل على سرقة جزء من هذا الغاز خلال السنوات الماضية. يبدو أن ملف غاز غزة سيصبح أحد أبرز عناوين صراع الفلسطينيين مع الاحتلال الإسرائيلي من جانب، والنقاش الفلسطيني الداخلي من جانب آخر خلال المرحلة المقبلة، باعتباره ملفا شائكا بكل المقاييس. باسل عطار، المملكة، قطاع غزة. انضم إلينا من رام الله المحلل السياسي خليل شاهين، أهلا وسهلا بك معنا. سيد خليل، كيف لملف الغاز في غزة أن يسهم في الوصول إلى حل الشأن الداخلي الفلسطيني والوصول إلى المصالحة؟ لا شك بأن إحدى المبررات التي استخدمتها إسرائيل لتعطيل ممارسة الفلسطينيين لحقهم في استخراج الغاز من المتوسط وحالة الانقسام الفلسطيني وسيطرة حركة حماس على قطاع غزة، والادعاءات الإسرائيلية بأن حماس هي التي يمكن أن تستفيد من هذا الحقل ومردوده المالي. ولذلك أعتقد أن الانقسام اعتبر شماعة طيلة الفترة الماضية لهذه القضية ولقضايا أخرى. المهم بالنسبة للفلسطينيين هو أن وهم يستمعون الآن في الجزائر لبحث ملف المصالحة الفلسطينية، أن يدركوا بأنهم لا يستطيعوا أن يواصلوا لا المقاومة ولا المفاوضات ولا الدفاع عن حقوقهم في مواردهم المختلفة في البحر وفوق الأرض وتحت الأرض بدون استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وإعادة بناء نظام سياسي فلسطيني موحد بقيادة واحدة ومؤسسة واحدة وبخطاب سياسي واحد يمكن أن يخاطب فيه إسرائيل كما يخاطب فيه العالم أيضا. بالنسبة لموضوع حقل غزة، فأنا أعتقد أن هذا الموضوع شديد الصعوبة، والتسريبات التي نسمعها حتى الآن تفتقر أولا إلى الشفافية الفلسطينية. لا يوجد موقف رسمي فلسطيني واضح يخرج للرأي العام الفلسطيني ويوضح له طبيعة ما يجري الحديث عنه من اتفاق مصري إسرائيلي ومع السلطة الفلسطينية بشأن إمكانية تشغيل الحقل بشكل مؤجل، أي يجري الحديث عن العام 2024 حتى الآن. وكما أن ما يدور الحديث عنه هو أن من سيقوم باستخراج الغاز ليس الفلسطينيين بل الإسرائيليين بالتعاون مع مصر، وأن الفلسطينيين سيستفيدوا من تصدير مثل هذا الغاز. نعم، وهنا أيضا يأتي سؤال آخر، لماذا نتحدث عن صعوبة في توصل الجانب الإسرائيلي مع المصري إلى اتفاق
بعد أن حدث اتفاق مشابه في منطقة أخرى، وأتحدث هنا عن لبنان وإسرائيل. يعني فيما يتعلق بالموارد الفلسطينية بشكل أساسي وخاصة قبالة شواطئ البحر المتوسط، الموضوع بالنسبة لإسرائيل يعتبر أمرا إسرائيليا داخليا وليس أمرا فلسطينيا إسرائيليا مشتركا. فإسرائيل عطلت العمل في هذا الحقل منذ أمد بعيد وما قبل الانقسام الفلسطيني الداخلي، وهي أيضا قامت بتدمير فرص بناء ميناء في غزة، بل ودمرت المطار الفلسطيني بشكل كامل. بمعنى أن إسرائيل تحاول أن تضرب كل مظاهر السيادة الفلسطينية التي يمكن أن تعزز إنشاء دولة فلسطينية منفصلة تماما عن دولة الاحتلال الإسرائيلي بالمعنى السياسي والمعنى الجغرافي وبالمعنى الاقتصادي أيضا، وتتمتع بالقدرة على السيطرة على مواردها المختلفة. هذه سياسة عامة إسرائيلية، أي أن إسرائيل بشكل عام تهدف إلى إبقاء الفلسطينيين خاضعين لمنظومة السيطرة الاستعمارية الاستيطانية الإسرائيلية، وأن تقضي على أي مظاهر يمكن أن تعزز أمام العالم الخارجي قدرة الفلسطينيين على إدارة شؤونهم بكيانية فلسطينية ذات طابع استقلالي. فيما يتعلق بموضوع الغاز والبحر، هذا الحقل يبعد نحو 30 كيلومتر عن شواطئ قطاع غزة، أي أنه قريب جدا من الشواطئ، ولكنه يتجاوز المنطقة التي تسمح لإسرائيل للفلسطينيين بما في ذلك الصيادين بالعمل فيها، حيث أنها تسمح للصيادين بالوصول إلى مسافة تقل عن 12 كيلومتر، رغم أن الاتفاقات الفلسطينية الإسرائيلية السابقة كانت تشير إلى إمكانية ليس فقط الوصول إلى 12 كيلومتر بل أبعد من ذلك. هذا العقل أبعد من ذلك، ولذلك تعتبره إسرائيل ذا بعد أمني استراتيجي يعني كبير بالنسبة لها، وهي لن تسمح للفلسطينيين بإدارة مثل هذا الحقل بأنفسهم. وهي إلى جانب كل ذلك تسعى إلى استغلال كل الموارد الموجودة في البحر المتوسط قبالة مجمل ساحل فلسطين التاريخية بما في ذلك سواحل قطاع غزة، وهي تريد أن تسيطر بالكامل على هذه الموارد. وهناك يعني اتهامات لإسرائيل بأنها عمليا استغلت يعني جزء من ما يمكن أن يحتويه مثل هذا الحقل، نظرا لقربه أيضا من حقل آخر يعني إلى الشرق منه تقوم إسرائيل يعني باستغلاله منذ فترة طويلة. وهذا إن صحت التقديرات فهو يعني أن الكميات الموجودة في من نفط وغاز في الحقل الفلسطيني ربما تكون أقل من التقديرات. لذلك شهدنا في التسريبات أن الجانب المصري سوف يقوم أيضا مجددا بالتنقيب والبحث عن وتقدير الكميات الموجودة في الحقل الفلسطيني، وما إذا كانت قادرة فلسطينية يعني تلبي الاحتياج الفلسطيني الداخلي وتصلح أيضا تلبية جزء من الاحتياجات وكذلك للتصدير إلى أوروبا. إذا كان الحديث الآن في غزة عن الغاز، فالحديث في الضفة مختلف، عصيان فلسطيني، رفض لكل السياسات الاحتلالية وللاستفزازات من قبل الاحتلال الإسرائيلي. هل نحن على أبواب انتفاضة؟ هل هي الوصفة المثالية لانتفاضة فلسطينية جديدة في الضفة الغربية؟ يعني في كل الأحوال نحن أمام حالة انتفاضية، موجة انتفاضية تتسع أكثر فأكثر على إيقاع ازدياد الاعتداءات الإسرائيلية سواء من قبل الجيش أو من قبل المستوطنين، وما تشهده مدينة القدس وبشكل خاص يعني المخيم شعفاط ومنطقة عناتة وضاحية السلام من حصار مطبق على الجميع بما في ذلك على منع خروج المرضى، منع وصول نحو 4000 تلميذ يدرسون خارج منطقة شعفاط والتنكيل بشكل يومي. ولذلك أعتقد أن ما نشهده نعم هو يقترب من الحالة الانتفاضية التي يمكن أن تتسع أكثر فأكثر. ليس بالضرورة أن تتخذ هذه الحالة الانتفاضية ذات الشكل الذي اتخذته الانتفاضتين السابقتين عام 87 وفي العام 2020 ما بعد انهيار المفاوضات كامب ديفيد، قد تأخذ أشكال أخرى. وأعتقد أن الحالة الشعبية الفلسطينية بما في ذلك حالة المقاومة المسلحة التي نشهدها في بعض المناطق أن تتخذ شكلا يتوائم ويكيف الحالة الفلسطينية مع طبيعة التغيرات الديموغرافية التي حدثت على الأرض بفعل تقطيع أوصال المناطق الفلسطينية وبفعل انتشار الاستيطان وشبكة المواصلات التي قامت إسرائيل بمدها لكي تخدم الاستيطان بشكل أساسي ولكي تعزل المدن الفلسطينية عن بعضها وأن تعزل المدن أي المراكز المدنية عن الريف الخاص بها. لذلك نشهد يعني محاولة فلسطينية نعم. بتوطين
حالة المقاومة الشعبية وربما أيضا المسلحة في مناطق فلسطينية مختلفة، وربما هذا الأمر يحتاج إلى مزيد من الوقت لكي نشهد مزيدا من التنظيم الداخلي ما بين هذه الحالات المقاومة التي تبدو أحيانا وكأنها يعني تمارس في جزر معزولة عن بعضها البعض، ولكنها تنحو باتجاه بناء شبكة متواصلة من الفعل الشعبي المقاوم، وربما أيضا بروز قيادة موحدة لهذا الفعل الشعبي في ظل شعور فلسطيني عام بأن السلطة الفلسطينية قادرة على توفير الأمن للمواطن الفلسطيني في مواجهة الاعتداءات الرسمية الإسرائيلية والاعتداءات الاستيطانية. المحلل السياسي الأستاذ خليل شاهين كنت معنا من رام الله، شكرا جزيلا لك. قال الرئيس اللبناني ميشيل عون إن إنجاز اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل سينتشل لبنان من الهاوية، وقال إن بلاده ستبدأ في نهاية الأسبوع المقبل بإعادة السوريين إلى بلادهم على دفعات، ويوجد أكثر من 1,000,000 لاجئ سوري في لبنان. وصدقت الحكومة الإسرائيلية بأغلبية كبيرة على اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة لترسيم الحدود البحرية مع لبنان، مما يمهد الطريق لمراجعة برلمانية محتملة ومحتدمة لمدة أسبوعين قبل أن تدخل حيز التنفيذ. سيعرض الاتفاق والملاحظات التفسيرية التي تتعلق به هذا المساء في الكنيست، سيتم إطلاع النواب الإسرائيليين عليه، كما سيعرض في لجنة الشؤون الخارجية والأمن التابعة للكنيست. ونص الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة لترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان على التوصل إلى حل دائم ومنصف للنزاع القائم منذ فترة طويلة. وفق مسودة الاتفاق فإنه يدخل حيز التنفيذ في التاريخ الذي ترسل فيه حكومة الولايات المتحدة إشعارا يتضمن تأكيدا على موافقة كل من الطرفين على الأحكام المنصوص عليها في الاتفاق. وبحسب المسودة فإن لبنان وإسرائيل سيرسلان في الوقت نفسه إحداثيات متطابقة إلى الأمم المتحدة تحدد موقع الحدود البحرية في اليوم الذي ترسل فيه واشنطن هذا الإشعار. انضم إلينا من بيروت الصحفي مايز عبيد، أهلا وسهلا بك معنا. سيد عبيد، نبدأ من حديث الرئيس اللبناني ميشيل عون بعد الاتفاق وإنجاز هذه الاتفاقية عن عودة السوريين، ما هو الرابط بين الأمرين؟ نعم. سيد مايز هل تسمعني؟ بالنسبة نعم تفضل. بالنسبة للاتفاق، اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل والرابط مع عودة النازحين السوريين، باعتقادي رئيس الجمهورية مش من اليوم، يعني من زمان عم يحكي بموضوع عودة النازحين، ويعتبر انه هذا الامر شكل ضائقه كبيره على الاقتصاد اللبناني وعلى الوضع الاجتماعي المعيشي بشكل عام نتيجه الضغوط التي تحملها لبنان من عبء النزوح. هو يعتبر ان في موضوع الترسيم هناك مثل بارقه امل للبنان ليخرج من الوضع الاقتصادي والانهيار من خلال الأموال التي قد تدخل إلى خزينة الدولة من خلال موضوع استخراج الغاز والنفط وغيره، ولكن يعتبر رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر أن هذا الموضوع إذا لم يقترن بعودة النازحين الذين يشكلون عبئا على لبنان وعلى خزينة لبنان فلن يكون هناك تأثير إيجابي كما يتوقع لموضوع الترسيم. أعتقد هو من هذا الباب يتحدث أو يجعل هناك رابط بين الأمرين ويتحدث عن عودة سريعة أو أسبوع المقبل للنازحين، ولكن هل كل مشاكل لبنان مرتبطة باللاجئين السوريين كما يرى الرئيس اللبناني؟ نعم، هو وتياره يعتبرون أن اللاجئ السوري هو السبب أو السبب الأساسي بمعظم المشاكل الموجودة في لبنان،
ولكن هناك جزء كبير من اللبنانيين لا يرى هذا الأمر. باعتقادي لبنان الرسمي بعدما وصل موضوع اللاجئين السوريين إلى مرحلة خفت فيها المساعدات المالية من الدول، من الأمم المتحدة، من المنظمات التي كانت ترعى هؤلاء النازحين، خفت المساعدات المالية بشكل كبير. هذا الكلام بدأ نسمعه بقصد إما الضغط على هذه المنظمات أو هذه الدول لتدعم النازحين بالأموال وبالمساعدات كما كان في السابق في السنوات السابقة، أو فليخرجوا إلى أو يذهبوا إلى سوريا إلى المناطق التي أصبحت آمنة في سوريا. ولكن تحميل السوري وحده عبء ما وصل إليه لبنان هذا أمر غير عادل. هناك سياسات لبنانية انتهجت عبر السنوات الماضية وانتهجها أيضا فريق رئيس الجمهورية هي كمان السبب الأساس فيما وصل إليه لبنان من انهيار. ما هو رد الفعل اللبناني على هذا التصريح من قبل الرئيس؟ في الحقيقة لم يتلقف الشارع اللبناني بشكل كبير هذا التصريح، لأنه ليس بجديد على رئيس الجمهورية. هو الجديد المقاربة ما بين الأمرين، وليس الجديد الحديث عن مشكلة اللاجئين في لبنان، بمعنى أنه بعد الانتهاء من هذا الأمر وتوقيع الاتفاقية الآن يجب عودة السوريين، هذا هو الجديد. برجع بقول لك رئيس الجمهورية مش من اليوم عم يحكي يعني صار تقريبا بشكل يومي عم يذكر هذا الموضوع. ولكن انا باعتقادي المقاربه طالما نحن عملنا ترسيم مع اسرائيل حلينا هذا المشكل الكبير، هناك اموال متوقعه انها تدخل الى لبنان، ولكن هذه الاموال غير متوقعه في اشهر قليله، هناك سنوات لتصل الاموال، ولكن انه هو يقول انه باقي علينا عقبه اساسيه هي اعاده اللاجئين او النازحين السوريين. هو دائما بيحكي بهذا الموضوع، تياره دائما بيحكي بهذا الموضوع. موضوع عودة النازحين أيضا هو عم يحصل عبر الأمن العام تقريبا شهريا أو أسبوعيا في دفعات من اللاجئين بشكل طوعي، لكن عم يتم إدخالهم إلى الداخل السوري إلى المناطق اللي كانوا جايين منها عبر الأمن العام. ولكن العودة الكبيرة أو عودة الآلاف أو الملايين أو المئات الآلاف الموجودة في لبنان، هذا الأمر بحاجة إلى قرار رسمي ليس في يد رئيس الجمهورية وحده، في يد الحكومة ككل، وإلى أيضا ضوء أخضر أمريكي عربي أممي ليتخذ مثل هذا القرار. ولكن دائما بنسمع في لبنان عن السياسة قبل الرئيس ميقاتي كمان من باب الضغط على المنظمات حكي بهذا الموضوع. أنا لا أخفي أن هناك في الآونة الأخيرة توترا في العلاقات بين النازحين وبين بعض اللبنانيين، هذا مؤخرا بلشنا نشوفه بسبب الاوضاع الاقتصاديه الصعبه اللي عم يعيشها اللبنانيين، اللي صار وضعهم أسوأ من وضع اللاجئ السوري في لبنان، هذا امر لا نخفيه. نعم دعنا نتحدث عن الاتفاق. اللبنانيون منذ زمن طويل لم يتفقوا على شيء، الان هناك اتفاق تقريبا من قبل الجميع على ترسيم الحدود مع اسرائيل. ما هي التوقعات وما هي الأمال للبنانيين بعد هذا الاتفاق؟ نعم، بخصوص الاتفاق الترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، وكنت أنا تحدثت في إطلالة سابقة عبر قناتكم، وكان بعد الاتفاق في أخذ وقلنا هذا الاتفاق سيحصل، لأنه ولا طرف عنده نية أنه ما يصير هذا الاتفاق أو تذهب الامور باتجاه حرب. دخلت الاطراف الى هذا الحوار او التفاوض بنيه الاتفاق وليس بنيه الاختلاف. اليوم هذا الاتفاق كان وصل الى خواتيم سعيده لان الامريكي هو كان الراعي الاساسي. تعودنا في لبنان ان الاطراف السياسيه ما بتقدر توصل لاتفاق معين بدون مساعده خارجيه. حتى اليوم بتشكيل الحكومة أو بموضوع انتخابات رئاسة الجمهورية اللي نحن هلأ بصددها،
عم نشوف التدخل وعم نشوف انه كيف عم تحرك الدول بهذا الاطار، هذا دليل انه اللبنانيين عم بحكي اللبنانيين الرسميين اللي هن اليوم ممسكين بالسلطه او منذ سنوات ممسكين بالسلطه، تعودنا انه ما يقدر يوصل لاتفاق الا برعايه دوليه، رعايه الولايات المتحده لهذا الامر اوصلت الى هذا الاتفاق الذي اعتبره حاجه، هي حاجه للبنان كما هو حاجه لاسرائيل، اسرائيل تريد ان تنقب بهدوء بدون شوشره وتريد ان تستخرج خلينا نعتبر بدون شوشره، ولبنان ايضا عنده حاجه، اولا هو غير مهيئ ليروح على حرب، وثانيا لبنان في وضع اقتصادي مزري بحاجه الى مثل هذا الاتفاق والى درء اموال بالخزينه او بالاقتصاد لتحريك الوضع الاقتصادي، ولم ننسى كمان هذا الاتفاق ايضا يفتح باب لعلاقات دوليه اوسع من خلال الولايات المتحده التي كانت راعيه لهذه المفاوضات. الأستاذ الصحفي مايز عبيد، كنت معنا من العاصمة اللبنانية بيروت، شكرا جزيلا لك.